أطيب تحية من تيلي لوميير ومن فضائيتها نور ساب، وتحية إلى أبنائنا المهاجرين والمنتشرين في العالم، إلى حد أنهم باتوا يشكلون اليوم أعلى نسبة مهاجرين بحسب ما أشارت إليه دراسة المنظمة العالمية للهجرة، التي أكدت أن لبنان بات البلد الأول في العالم من حيث كثافة الهجرة مقارنة مع عدد سكانه. وبالرغم من أن الهجرة تعتبر حلما للكثيرين، إلا أنها تحولت في لبنان إلى عملية تهجير منهجية تقودها السياسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي يعاني منها هذا البلد الصغير بمساحته الكبير بالأطماع الإقليمية والدولية المحيطة به. وها هم اللبنانيون اليوم ينتشرون على مساحة الكرة الأرضية، يكملون حياتهم بعيدا عن بلدهم الأم، ولا تربطهم فيه سوى زيارات خاطفة إن تمت وعلاقات عائلية ظرفية، في ظل غياب سياسات حكومية واضحة لجهة تثبيت مواطنيها في وطنهم وتحقيق أرقام ثابتة عن أعداد المنتشرين اللبنانيين وأماكن تواجدهم، ما يقلل من إدراك هول المشكلة. ويبقى 11 مليون مهاجر لبناني، وهو الاعتقاد السائد، رقما قابلا للزيادة يوما بعد يوم. من هنا تحركت الكنيسة المارونية حيال أبنائها المنتشرين، فكانت المؤسسة المارونية للانتشار لتسد عجزا في الدولة طال انتظاره. من هنا حلقة اليوم تحديات المنتشرين مع الوطن الأم، مع المهندس نعمت فرام نائب رئيس المؤسسة المارونية للانتشار والمدير التنفيذي لمجموعة انديفكو الصناعية. استاذ نعمت، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. ما بعرف اذا عندك تعليق على هالمقدمة او فيها مبالغة. يمكن عم تسألني عن الرقم. نعم، ال 11 مليون. 11 مليون، بعض بيقولوا 16 مليون. لكن هون بنفتح تجاوب على هالسؤال، مجبور نعم فوت بتساؤلات او مواقف. نعم، من هو لبناني؟ يعني اليوم بس تقول 11 مليون مغترب او منتشر لبناني. نعم، البعض بيقولوا 16 مليون. نعم، انا بعتبر اقل من هيك الحقيقه. نعم، اذا بدنا نعتبر انه لبناني هو من هو اللبناني، هو الشخص يلي موجود اسمه على سجلات احصاء ال 21، يعني من بعد ما صار لبنان وطن كيان اسمه لبنان اللي بنعرفه. كل شخص منحدر ومن اصول موجود اسمه على هذا السجل نعتبره ان كان وقتها كان مقيم في لبنان او مهاجر في لبنان. نعم، يعني بسنين ال 21 كان عملوا احصاء سنة ال 21. نعم، يعني سنة ال 21 بظل لبنان الكبير اول. نعم، اول ما صار لبنان الكبير انعمل احصاء، مع انه لبنان كان اكبر من هيك اكبر بكثير. من هون اللغط، وهون بدي اقول لك يعني اليوم انونيا اليوم احصاء 32 هو المرجع يلي بيقول انه كل الاصول النابعة من احصاء 32 هم لبنانيون اليوم. ولا بل اصعب من هيك، اصعب من هيك يلي موجودين على سجل المقيمين في سن في احصاء 32، لانه هون لازم المشاهدين يعرفوا شوي الفرق. في هذيك الايام عندما يدخلوا الى بيت مثلا يعملوا احصاء، يقولوا هالبيت مين ساكنه؟ يقولوا في اربع اشخاص، في عائله مقلبه من اربع اشخاص وبي وام. هذا هو البي. البي بيقول لهم هودي اسامي اولادي، بس اولادي انا عندي ابنين بلبنان وابنين مسافرين راحوا من ثلاث سنين على برازيل مثلا. كانوا يأيدوا هالولدين المسافرين على سجل المهاجرين من وقتها، وسجل المقيمين يحطوا البي والام والاولاد المقيمين. يعني كان في سجلين. سجلين. نعم. على هالاساس لسبب ما بنعرفه لليوم اعترف ب
اللبنانية وعطوهم جنسية لبنانية هن يلي موجودين على سجلات المقيمين من احصى 32، ووقتها فتحوا باب للمهاجرين وقتها انه فوتوا يا مهاجرين من قصر لبناني تفضلوا في سفارات فرنسا، لانه ما كان في سفارات للبنان في كل العالم، قالوا لهم تفضلوا على سفارات فرنسا بالعالم سجلوا انه انتم بتحبوا تاخذوا جنسية. يعني عملية ضايعة وضيعت الناس كلها، خاصة انه بهديك الايام طريقة التواصل كانت كتير صعب مثل ما بتعرف. يعني صحيح. اليوم ما فيك توصل وتحسي وتقول تفضلوا يا اخوان روحوا سجلوا اذا بدكم تسجلوا، كيف هديك الايام؟ على هالاساس انا عم اقول لك يعني من العدل، وهذا اللي عم نطالب فيه بالمؤسسة المارونية للانتشار. ونحن اليوم عشية، وانا بشكر تليلوميير لانه من هالمنبر اليوم نحن بدنا نصرخ ونقول لكل اللبنانية، غدا على اللجان المشتركة حيدرج قانون استعادة الجنسية اللي نحن كمؤسسة وكتير أفرقاء من لبنان وكتير نواب عم يشتغلوا ليقر قانون جديد حديث لقانون استعادة الجنسية، لنقدر واحد نرجع نعتبر المنحدرين من الإحصاء 21 مقيمين ومهاجرين هم لبنانيين. نعم يعني هذا الإحصاء 21 يجب الاعتماد عليه كمان. نعم هذا اللي عم اقوله، يعني لازم نحن اليوم وبكره قبل الإحصاء 32، نعم بكره ان الله راد باللجان المشتركة مجلس النواب حيقر هذا التعديل وهذا قانون استعادة الجنسية الحديث، آملين انه بعد بكره حينطرح في الجلسة العامة ليقر كقانون جديد، وبيكون هو قانون استعادة الجنسية الحديث للبنان. في كتير هذا القانون هلا بنحكي عنه شوي اذا معنا وقت. نعم. ولكن تجاوبك على السؤال، اذا بنرجع وبنعتبر اللبناني هو على احصاء 21 مقيم ومهاجرين بيكونوا اقل من 11 مليون. نعم. اذا كانوا بتعتبروا من 36 اكيد اقل بكتير بكتير، وموضوع مش لازم ينطرح. اما اذا اعتبرنا من ال 21 مقيم ومهاجرين بيكون يمكن في شي مليونين او ثلاثة. اما اذا بنعتبر يلي اليوم رائجة انه نحن بفكرنا نتلاقى بناس بالبرازيل، بقول لك انا صار لي خمس اجيال في البرازيل، وانا اصل لبناني، بيكون هو فل بال 62 1862 1866. صار في وقتها موجة هجرة كتير كبيرة من لبنان بعد المتصرفية. نعم. بس صغروا لبنان، يعني نحن بنفكر خاصة سكان جبل لبنان انه كانت شهرة كتير حلوة انه المتصرفية. بس تطلع على المراجع شوي وتشوف الارقام، مش اكيد كانت ايام احلى ايام للبنانية لكل لبنان. اللي نعتبر حالي اللي كان بريت المتصرفية او حتى اللي كانوا بالمتصرفية بجبل لبنان يمكن ما كان في شغل كتير، يمكن ما بعرف، بس بين الستين 1862 من بعد المذابح يمكن صار في نوع من خيبة أمل بأول مذابح صارت في لبنان. من بعد 1862 لل 1870 75 80 صار في موجة هجرة كتير كبيرة من جبل من لبنان ككل، لبنان اللي بنعرفه الطبيعي اللي وقتها كان في الاسم مش واضح. نعم. هل لأنه من بعد لبنان أمير بشير، يعني المساحة الكبيرة اللي بنعرفها لبنان الكبير، صغر لبنان خاصة من بعد القائم مقيميتين، من بعد عمية أنطلياس صار في القائم مقيميتين على 20 أو 30 سنة، ومن بعدها صغر لبنان للمتصرفية. من بعدها بالذات ويمكن كانت بذات الوقت بلدان الانتشار عم تنفتح وعم تعزم، ما هي كمان بدك تشوف شو عم بصير بالعالم. نعم. مش بس بدك تشوف شو عم بصير بلبنان، يمكن وقتها بالعالم كان استقطاب المهاجرين شغلة مرغوب فيها، وكان بدهم يزيدوا السكان في القارة الأمريكية يلي كانت عم تتوسع خاصة جنوب أمريكا، وأمريكا اللي بنعرفها اليوم أمريكا الجنوبية غير كندا كانت عم تستقطب بأواخر القرن التاسع عشر وأول العشرين، وقتها راح جبران خليل جبران ونعيمي وكل اللي بنعرفه ما زيادة على أساس أمريكا الشمالية. بس ولكن قبلها كانت أمريكا الجنوبية. نعم. وبهالوقت يعني إذا هودي بدنا نعتبرهم
لبنانية يلي يمكن يوم الأيام لازم نقول أنه هو لبنانية. نعم. لأنه جبل لبنان ولبنان الكبير لبنان المير بشير الشهابي ويمكن لازم نرجع بعد قبل على فخر الدين بس هذا موضوع كتير شائك أيام فخر الدين يعني كان لبنان وصل إلى الناصرة ما هيك. وصل إلى الأردن وصل إلى بلاد الشام مزبوط بس على الساحل ولكن من هيك صعب كتير أن نحط زيح محل يعني بس تدرس التاريخ استاذ زوين بس تدرس التاريخ بتشوف بدها تشوف وين بتبلش الفيلم ها نعم. مجرد وين بتبلش تحضر هالتسلسل التاريخي بيطلع معك حقائق تانية حسب من وين بتبلش نعم. اذا بدنا نبلش نحن من لبنان ال21 بيطلع معنا شي مليونين نعم. من المهاجرين تقريبا قد نص او ثلاث ارباع اللبنانية اما اذا كنا بدنا نرجع على جبل على لبنان الكبير نعم. مير بشير وما فوق نوصل على 11 و12 مليون ولا بل اكثر شوي كمان نعم. فاذا يعني بتركها بين ايدين عن يعني جد بتركها على طاوله على هالطاوله وعلى للمشاهدين هن يقرروا نعم. شو الرقم المزبوط يعني العادل للبنان المهاجر نعم. ولكن كأرقام نحن عم نشتغل على احصاء ال21 مقيمين ومهاجرين ليرجع ليقول هودي هن اللبنانية على فكرة الرقم بتوقع نكون بحوالي ستمائة ألف لبناني بين مقيم ومهاجر هيدا بقى يا سيدي احصاء ال 21 احصاء ال 21 نعم. بين 450 و600 يعني نعم نعم ولكن مثلا عم ينحكى انه اليوم عدد اللبنانيين او البرازيليين من اصل لبناني في البرازيل يتجاوز الستة مليون البعض بيقولوا تسعة مليون يعني ما عندكم انتوا ارقام محددة في المؤسسة المارونية للانتشار عنا ارقام نعملها ستاتيستيك انا بقول لك اذا كان فيك تعتبر قبل الاحصاء الواحدة وعشرين يعني ترجع لهجرة بعد تصغير لبنان يعني بعد 64 تعتبرهم هو لبنانية تصال على 7 مليون و 8 مليون بالبرازيل يعني استاذ نعمت اليوم سيدنا البطرك رايح عند الموارنة في الأراضي المقدسة في القرى السبع المارونية وعام 2006 أيضا كثير من اللبنانيين اضطروا ينزحوا إلى شمال إسرائيل وخاصة القرى المارونية بشمال إسرائيل هذه كانت قرى لبنانية اعتدت إسرائيل عليهم وأخذتهم سنة 1921 ومن ثم 1947-46 بعام النكبة وفي منهم وفي قرى كمان انباعت في أراضي وجنوب انباعت هل ما بتفكروا أنه عملكم كمؤسسة مارونية للانتشار تمدوا عملكم إلى هذه الأماكن هناك نحن بتعرف مسؤوليتنا وعملنا مع كل الانتشار نعم أكيد هذا انتشار مثله مثل غيره ولكن منبلش بالانتشار الهين نعم ومنخلي الانتشار الصعب لبعدين نعم. لأنه قدرتنا على معالجة الأمور الشائكة محدودة يعني هذا ملف ومجرد ما نبلش نعالجه مشاكله كتيرة ونتائجه قليلة لأنه كمية الناس قليلة صحيح في 10,000 يعني ماروني فقط والمشاكل من نعالجها من الناحية السياسية والملفات اللي بدها تنفتحها ما بتصور بتبرر العمل والمردود يلي معقول نوصل له هيدا اذا وصلنا لحل دبلوماسي او حل سياسي يرضي كل لبنان ووجهة نظر حتى انا وانت يلي هي اليوم منا مفكرين كيف بنعالج هذا الموضوع صحيح يعني قبل ما نرجع للمواضيع الاغترابية يعني هل انت تؤيد زيارة صاحب الغبطة الى الاراضي المقدسة الى ابناء الكنيسة المارونية في من المعذبين يعني 2500 يعني شخص مش قادرين يرجعوا الى لبنان انا بعتبر الزيارة الرعوية وغبطة البطريرك بيعرف شو بيعمل ومش علي قيم قراراته الحكيمة أنا بعتبر هودي أبناء هودي مسيحية موارنة موجودين ما بتصور بالعكس موقف سفرة لعند على الأراضي المقدسة أنا بعتبرها المكان مثل أورشليم
هذه أورشليم مثل ما بسموها القدس هم نسميها أورشليم، والقدس أو أورشليم هذه أراضي لازم تكون مدينة مفتوحة، لازم تكون مدينة للأديان السماوية كلها، لازم تكون مدينة تلاقي الأديان مش محاربة الأديان. أنا بتصور إذا زيارة مثل ما بعرف مثل ما أنا شايفينا زيارة ما فيها أي تنازل على المبادئ، لا بل فيها التزام بالمبادئ، أكيد ما بشوف فيها أبدا شيء بمس بالمواقف السياسية اللي نحن بنعتبر أنه الأراضي المحتلة خاصة القدس بنعتبرها أرض مدينة لازم تكون مفتوحة، مدينة لكل الأديان. ما بشوف أبدا بزيارة غبطة البطريرك تنازل عن مبادئ السياسية ومبادئ العربية يلي نحن كلبنانية وكمسيحية كنا من الأوائل يلي صرخوا وقالوا نحن ضد تهويد القدس. نعم. ولكن أنتوا كمؤسسة مارونية للانتشار أستاذ نعمت فريم ممكن تستفيدوا من هذه الزيارة لغبطة البطرك للموارن المنتشرين بشمال فلسطين، رح يزورن كلهم، مش ممكن تكونوا برفقته مثلا تطلعوا على واقع هؤلاء تستفيدوا؟ لا، لأنه أول شيء ما طلب منا، تاني شيء ما فينا نساعدهم، خلينا نكون واقعيين. برجع على مثل ما تفضلنا مثل ما تفضلت وسألتني بالأول، نحن ما بنركز على محل ما فينا نعمل الفرق فيه. نعم. يعني ما رحنا محل مع غبطه إلا بنية نعمل الفرق، يعني بدنا نكفي من بعده. يعني نحن رحنا معه على البرازيل، بس نحن معه على روما، بس رحنا معه على كندا، على كندا، وبكره الله راد على أمريكا لسفرات السفرة الرعوية الكبيرة اللي أمل نعملها يعملها. منكون رايحين مش بسيارة، مش بنية بروتوكول، نحن رايحين لنكمل لنفتح مكاتب ولنشتغل. ما بتصور بالأراضي المحتلة اليوم فينا نعتبر أنه نحن فينا نشتغل. نعم استاذ نعمت، ولكن لبنان أيضا عم بيعيش هم الاستحقاق الرئاسي، هل هم ممكن يأثر على المنتشرين، ممكن يعطيهم خيبة أمل بوطن لبنان، ممكن يأثر على مجيئهم إلى لبنان؟ أنا بآخر سفرة عملتها على أمريكا وتواصلت كتير مع الانتشار اللبناني هونيك، شفت بأمريكا وبغير أمريكا بلش المغترب بلش المنتشر اللبناني يخف ويضعف، العقد العاطفي إذا بدك. نعم. يلي موجود بينه وبين لبنان، يعني بلش يستعب من اخبار لبنان، بلش يقرف من اخبار لبنان. ومش عم بحكي على هالاستحقاق الرئاسي، على كل الاستحقاقات اللي صارت، على خيبات الامل، على الحرتقات يلي خيبات الامل يشوفوا يلي بلشوا، نعم يلي بلشوا يشوفوا المنتشرين انه يا الله هيدا لبنان مثل خبرية بريق الزيت، صلنا من 75 بنبرق بارضنا. حسيت انه لاول مره تعب المنتشر من لبنان. من هيك يعني بدي اتوجه للبناني المقيم، بدي اقول له انت عايش لليوم بعدك لانه المنتشر اللبناني بعد ما قطع الحبل، حبل السرة بعد ما قصه، بعده باسم وحدة العيلة اللبنانية. يعني كلنا بنعرف نحن شو يعني العيلة اللبنانية. العيلة اللبنانية هي أهم من الكب النية ومن العرق ومن القعدة الحلوة ومن العتابة والميجنة. العائلة اللبنانية هي الأم اللبنانية والبي اللبناني يلي بيقتل حاله ليعلم ولاده، الأخوة اللبنانية يلي بيساعدوا بعضهم، الولاد العم اللبنانية والولاد الخال اللي بيحكونوا حد بعضهم. هيدي العائلة اللبنانية هي بعد اليوم عم تعيش لبنان بفضل تماسك المنتشرين مع فروعهم في لبنان بس. وهيدي بالأرقام عم تخليك تحول حوالي 8 مليار دولار بالسنة لمقيمين بأربعة مليون شخص، يعني عمليا بالألف وأربعمية وألف وخمسمائة دولار على الشخص، يعني أنت أكثر بدوبل
أو شوية من أقرب بلد لإلك في العالم. يعني أقرب بلد بيتحول له حوالي 650-700 دولار بالمقيم. أكبر أقرب بلد لإلك أنت بال 1400 و 1500. لأن هيك يلي تفضلت وقلته بالأول عن المؤشرات مظبوطة. لبنان بالنسبة المقيمين المهاجرين المقيمين كتير كبيرة، والأهم هو شو عم يشتغل المنتشر. مع انه عم يشتغل بالفعالة وعم بعمر حفافة بأمريكا، ولا عم ينقصب حجر بالبرازيل، ولا عم يبيع الكشة بالأرجنتين. هو ناجح كبير مستثمر، وهيدا المؤشر تبعه هو قديه عم بيقدر يدعم المقيم في لبنان. وهيدا اللي انا عم بدي نبه المقيم انه بلش انتبه. بلشت تتعب العقد العاطفي، بلش يتعب، بلش ينشف. نعم. واذا نشف يعني مش بس عاطفيا رح ينشف، رح تنشف الموارد. يعني انت رح تبلش تقول انه هذه الطريقه اللي عم تعيش فيها في لبنان على اكثر من قدرتك. يعني اليوم بس تطلع بتلاقي كيف لبنان اليوم في يسمح لنفسه كمجتمع يخبص هالقد. ما هو العدالة، إذا بدك العدالة الاجتماعية، نعم، بتصلح، هي بتخليك تصلح حالك. هي إذا أنت كنت بلد عقيم، نعم، قراراتك مش ناتجة، ما بتنتج، مواقفك مش حكيمة، قراراتك ما تكون صائبة، عمليا بتفلس، عمليا بتتعب وبتنهار بشكل أنه بالقوة مجبور تنهض وتقوم. نحن ليه عم نطول ومش عم ننهار؟ نعم. لأنه عم نعيش مش بمستوى قراراتنا، ما عم ناخد اللي عم نستحقه من القتل والخبيط والنتائج العاطلة يلي هن بمستوى قراراتنا العاطلة. نحن عم نعيش أكثر من مستوى قراراتنا العاطلة بفضل انتشارنا. نعم. ولكن البعض حتى يرضي المنتشرين المغتربين عم بيطالب بضرورة اعتماد لبنان نظام الحيادة الدولي عبر الأمم المتحدة المنظمات الدولية، لأنه نظام الحيادة الدولي هو نظام مستقر سياسيا، نظام الاستقرار والسلام، مش نظام مثل أنظمة المحاور. يعني هيدا يلي بيشجع المغتربين للعودة إلى الوطن والاستثمار بالوطن. ما بتلاقي انه هيدا ممكن يحفز اكيد المغتربين؟ ما في شك. يعني اذا بنرجع على فكرة كيف نرجع ندعم بسرعة كتير، نعم، العقد العاطفي بين المهاجر والمقيم، يمكن هيدي احد المشاريع لازم تنطرح بسرعة. موضوع الحياد بيريح كتير المنتشر. نعم. ليه؟ لانه ما بيخليه على القليل بالفكرة هيك من ناحية المبدئية ما يحس ولا يوم من الأيام أنه مجبور يختار، صحيح، بين بلده يلي عايش فيه وبلده يلي اسمه لبنان. ولا مرة رح يكون بلده اللي عايش فيه على متناقض مواقفه ومبادئه مع لبنان، ولا مرة لبنان رح يشكل خطر على البلد يلي هو مقيم فيه أو يعتبر ضد مبادئه وضد خطوطه العريضة وضد ما قناعات هذا البلد اللي هو مقيم فيه. انا بقول لك بمراحل ما اجت ايام صعبة على المنتشر، صار يستحي يقول انه انا من اصول لبناني. عم بقول لك بال 82 وال 84 اجت فترة بامريكا ما فيك تقول على الطريق انه انا من اصل لبناني، بخبطوك تاكل قتلة. من بعد ما المارينز ماتوا بلبنان صار في مشكلة اساسية في انصهار اللبنانية في مجتمعاتهم. هيدي مثل، وفي امثال اكثر. اليوم المناكفات بين 14 و8 ادار يعني انتقلت الى المنتشرين. بس هيدي الحياد مش، خلينا بس نكفي شوي بس. نعم. فكرة الحياد. الحياد مش بس اول شيء، هاي وحده بخفف من هالانقسام بالشخصية بين عند المهاجر، بين حبه لوطنه، حبه للعيش في البلد اللي عايش فيه، ولكن كمان بيعزز له ثقته انه لبنان بلش يصير مستقر. صحيح. وصار فينا نعتبر، صحيح، صار فينا نعتبر هذا البلد
حيطلع من دوامة بريق الذات، لأنه لبنان مثل ما بنعرف كلنا سوا موقعه الجغرافي بيحتم عليه صراعات كبيرة. ونحن بمجرد ما كان لبنان موجود مطرح منه هو على خط زلازل سياسية صحيح كبيرة. يعني كان عندنا المشاكل اول ما خلق لبنان، ولا من بعد ما خلق لبنان ما ضاين 5 سنين 6 سنين اجاك القضية الفلسطينية. صحيح. يعني ما تهنينا في لبنان صحيح الاستقلال 5 سنين 6 سنين بلشت القضية الفلسطينية. هون جبرنا ناخذ مواقف وفتنا بخط زلزال المشاكل العربية الاسرائيلية، رجعنا فتنا بزلزال الحرب الباردة يلي لبنان قطع فيها، رجعنا فتنا بزلزال هلا مثل ما عم نشوف او بالعشرينات حتى بل كان في زلزال الشرق والغرب، لا للشرق ولا للغرب صحيح. هلا عندك زلزال جديد المحور الشيعي والمحور السني والصراع ايراني والسعودي والصراع بين الاخوه بعتبره انا الصراع الطائفي في الطائفه او المذهبي في الطائفه السنيه الاسلاميه. ما في عنا الا خيار واحد هو للبنان، اذا بدنا اياه لبنان مستقر هي الحياد، لانه نحن على ابواب ازمه هالمره بقلب البيت، يعني بين الخي وخيو، بين مذهب ومذهب من فرد طائفي. نحن كيف بدنا نعالج هذا الموضوع؟ كيف لبنان بده ينقع عن نفسه عن هذا الصراع الاتي يلي هو مثل ما شفناه كبير، يعني وما بنعرف حدوده وين، بعد ما بنعرف حدوده وين. اليوم المنتشر لانه عم بيراقب، لانه عم يقرا، لانه شايف بالعالم، بعدين المنتشر الفرق بينه وبيننا انه هو عايش ببلد عم بيشوف كيف البلدان الشغالة بتكون، كيف البلدان يلي عندها طرقات، يلي عندها بنى تحتية، يلي عندها سياسة خارجية، يلي عندها سياسة دفاعية، يلي عندها سياسة متكاملة بتكون. بقى بيشوف هالفرق وبقول يا عم مش معقول، شو هالعيها يلي اسمها لبنان. من هيك بس يشوف مشروع مثل المشروع الحياد بيشوف هيدي بداية الخلاص صحيح. لأنه هذا اللي بيفصل مشاكل لبنان الداخلية عن مشاكل المنطقة، ساعتها بنقدر نحلها، لأنه إذا تركينا مفتوحة على بعضها من وين بدك تبلش؟ اليوم صحيح. إذا بسألك من وين بدك تبلش؟ صحيح تتحل المشكلة. الحياد الدولي بيأمن بالتأكيد الاستقرار للبنان، الاستقرار للسياسة اللبنانية، وبتعطي ثقة للمنتشرين بوطنهم الأم 100%. بس بذات الوقت بدي أقول لك الحياد اليوم مفهوم الحياد عم يتطور، يعني حياد سويسرا كان شيء وهلا حياد سويسرا عم بيصير شيء تاني. حياد هو اليوم هو بنسميه نحن الحياد الايجابي، هو الحياد يلي بتضل ملتزم كل القرارات الامم المتحده اللي بتتفق عليها. بلبنان نحن بنلتزم كل القرارات الدول العربية، جامعة الدول العربية اللي بتتفق عليها صحيح. من هيك نحن بنقول نحن مزبوط حياديين، ولكن حياديين ايجابيين على الطريقة الجديدة اللي بتقول بين الخير والشر. نحن مش حياديين، نحن مع الخير، ونعتبر الخير هو يلي بتفقوا عليه 1 الامم المتحدة، 2 جامعة الدول العربية. هلا كيف يتفقوا ايمتى بيتفقوا هذا موضوع شائك وبنحكي فيه. نعم استاذ نعمت خلينا ناخذ فصل اول استراحه قبل ما ننتقل على الصعوبات لتسجيل المغتربين والمنتشرين في سجلات لبنان، مين عم بيعرقل لهم التسجيلات، وشو بيقول المشروع الجديد يلي حكيتنا عنه يلي رح يمرق على اللجان المشتركه بخير.